وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الجمعية حامي المشروع لتوفير الأرضية السليمة لاستمرار تدخلات مشروع إيكو شباب على المدى المتوسط والبعيد، تم إعداد مجموعة مواثيق موضوعاتية للتعاون في مجال المحافظة على البيئة بالمدينة بمدينة العرائش، كما تطرقت إليه السيدة منسقة المشروع في عرضها. اليوم سيتم توقيع ميثاقين كنموذج في هذا اللقاء الأول متعلق بالمحافظة على التراث البيئي البحري بمدينة العرائش، والذي سيتم توقيعه مع تعاونية ليكسوس للصيد التقليدي بميناء العرائش ممثلة في شخص رئيسها السيد عبد السلام الغربي، وهو أيضا عضو الغرفة المتوسطية للصيد البحري وعضو الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي. تفضل أستاذ. مشكورا. الميثاق الثاني سيتم توقيعه مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع العرائش، الجمعية التي تتميز بأنشطتها وتدخلاتها المتميزة في مجال المحافظة على التراث الطبيعي لمدينة العرائش وعملها الدؤوب على ترسيخ ثقافة المحافظة المستدامة على البيئة بالمدينة في أوساط الجيل الصاعد. الجمعية ممثلة في شخص رئيستها الأستاذة سعاد الدافي التي نتوجه إليها بجزيل شكرنا، ونعرب لها عن عظيم امتناننا للدعم العلمي الذي قدمته للمشروع منذ بدايته. فلتتفضل أستاذتنا. مشكورة. كما سيتم توقيع مواثيق موضوعاتية أخرى. كما سيتم توقيع مواثيق موضوعاتية أخرى للتعاون في مجال المحافظة والتوعية بأهمية رفع تحدي العيش في بيئة سليمة بمدينة العرائش مع عدد من الجهات وعلى رأسها الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، معهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش، والجمعية المغربية للبحث من أجل حماية الطيور والمهاجرة بالرباط، وجماعة العرائش وغيرها من الجهات ذات صلة.